صباح الخير على حضراتكم، فقرة جديدة من فقرات هذا الصباح. في الحقيقة بنتكلم على رمضان، ليه خصوصية في مصر وطبائع رمضان في مصر يمكن لها شكل تاني خالص زي ما بيقولوا. كان في دعوة من السياحة بشكل عام يكون رمضان يتم قضاؤه من قبل طبعا الجاليات العربية، وقبل طبعا يكون في سياحة عربية موجودة في مصر. سموا الملتقى ده اللي كان موجود في دولة الإمارات وبالتحديد طبعا في دبي، كان تجمع كبير لعدد كبير جدا من دول العالم في ملتقى كان في دبي خاص بالسياحة. سموا الموقع المصري أو المكان المصري كان موجود رمضانك عندنا، أو اتخذوا طبعا منصب اسم رمضانك عندنا موجود في هذا المعرض عشان يتم الترويج لفكرة أن أنت تقضي رمضان في مصر بشكل مختلف جدا، وأنك تيجي وتحس الأجواء الرمضانية في مصر. طبعا مصر من أفضل الدول أو أفضل المقاصد أن أنت ممكن تجيها في رمضان، لأن لها روحانيات ولها خصوصية بشكل مختلف. الأماكن كمان السياحية ذات الصبغة الدينية الإسلامية، يمكن منطقة الحسين ومنطقة الأزهر ومنطقة شارع المعز لها خصوصية كبيرة جدا، الناس بتقصدها من الخارج على وجه التحديد في رمضان، لأن بيكون لها شكل روحاني ولها طقوس جميلة جدا جدا. في الحقيقة ترويج للفكرة دي موضوع مهم جدا، فكرة رمضانك عندنا، أن نفكر أن احنا نسوق رمضان للأشقاء في الدول العربية، في الحقيقة كان فكر مهم جدا. لكن هل ربما التوقيت كان مناسب أو لا؟ هل اتأخرنا أن احنا نعرض الفقرة الخاصة برمضان، ان الناس تقصد رمضان في مصر؟ في الحقيقة ده كله اللي هنعرفه مع ضيفنا الكريم استاذ هشام ادريس، عضو غرفة شركات السياحة. صباح الخير يا استاذ هشام. صباح الخير، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. كل سنة طيب وكل سنة المشاهدين بخير. الله يخليك. فكرة طبعا نسوق لرمضان فكرة مش جديدة، بس برضه هي مش قديمة، لكن لازم كنا نشتغل عليها من فترة ونروج ليها بشكل كبير جدا. لكن طبعا فكرة ان احنا ننطلق لفعاليات ملتقى السياحة اللي كان موجود في دبي، حضرتك كنت حاضر هذا الملتقى، اكيد من الموضوعات المهمة جدا لازم نقدر نروج كل كبيرة وصغيرة تخص السياحة في كل وقت وفي كل زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لمعرض دبي، من المعارض الكبيرة او ثالث اكبر معرض في العالم بعد معرض لندن ومعرض المانيا، وطبعا التسويق فيه بيبقى مهم لان بيتواجد فيه كل المهتمين بالسياحة في العالم، أو كل العاملين في مجال السياحة في العالم، سواء شركات سياحة أو فنادق أو شركات الطيران أو كل من يعمل في مجال في صناعة السياحة. السنة دي المعرض بتاع دبي كان فيه حوالي 2500 عرض، هو كان قبل رمضان، كان يوم 28/4 لحد يوم 2/5، كان لمدة 4 أيام. المعرض السنة دي الحمد لله كان من الإقبال على الستاند المصري كان من أكبر، يعني من أكبر السنين اللي مر فيها كان فيها إقبال على الجناح المصري. والحمد لله كان السلوجن بتاع مصر كان في المدخل، كانوا عاملين شكل رمضاني وعاملين ديكور رمضاني، وكانوا جايبين فرقه دي من الموسيقى العربيه. طبعا هناك بيبقى عشان بيبقى في شغل جامد في المعرض، فبيسمحوا لك في وقت معين ان انت تعمل زي فعاليه معينه، كل مثلا كل ساعه ساعتين مثلا لمده 10 دقائق وربع ساعه، وبعد كده في اخر اليوم بيسمح لك حوالي مثلا ربع ساعه برضو تعمل زي دعايه للبلد بتاعتك عشان ما تاثرش على الناس اللي بتشتغل وكده. فكان بصراحه السنه دي كان شيك جدا اختيار اللي كانوا الثلاثه اللي هم كانوا موجودين، وكانوا بيعزفوا بطريقه حلوه جدا، وكانوا بيغنوا الاغاني اللي هي العرب بيحبوها. يعني كانوا بيغنوا اغاني عبد الحليم وام كلثوم، الاغاني الشعبيه القديمه، العزبي، محمد رشدي، التراث القديم. وده كان عامل جو حلو جدا، يعني كله كان بيقف يتفرج عليه. الفعاليات لكل بلد، لان في المعرض بيبقى في تقريبا كل دول العالم بيبقى ليها الستاند الخاص بيها، كل بلد بتحاول تبرز الطابع بتاعها او ايه الديستنيشن اللي موجوده فيها. فالجديد السنه دي ان ما كناش بنفكر نعمل دعايه لرمضان، خاصه رمضان، لان رمضان في مصر ليه طابع غير الوطن العربي كله، لان عندك الاماكن المؤهله. مصر مشهوره بالمشربيات والشوارع القديمه والقهاوي ولاد البلد وتطلع على النيل تشرب حمص الشام وتقعد تتمشى على، يعني ليها طابع، تتمشى في مركب، تقف تاكل ذره، تتمشى يعني مصر ليها طابع معين مختلف عن دول كتيره في العالم. فالحمد لله السنه دي كان وزاره السياحه وهيئه التنشيط كانت فكره كويسه ان هو يكون مدخل المعرض بينم عندها. طبعا كان في المعرض كان متقسم الجناح المصري لكذا حاجه، كان في جزء خاص بالفي ار اللي هو بتتفرج على البحر من تحت، البحر الاحمر والشعب والاماكن اللي فيها صحراء، كانوا عاملين فيلم حلو قوي وكان معروض بشكل جميل. اللي كان حلو برضه العرض اللي كان معمول خاص بالمتحف المصري، كان معمول المتحف المصري الجديد، معمول برضه التقنيات الجديده، وكان في ناس بتشرح
وكانوا جايبين شباب لابسين لبس فرعوني كده واقفين في كل الاماكن بيشرحوا كل مكان لوحده. والميزه المكان بتاع مصر كان جميل لان كل العرب كانوا جايين بيتصوروا اثناء لما كانوا بيعملوا الشو الخاص بيهم، ودي تعتبر خطوه كويسه. انا هي النقطه كلها بس ان كان الوقت مش كافي، تاخير شويه، لان احنا المعرض في شهر 5 يعني رمضان يوم كان اول 5 6 5 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
للدول العربية أو لشركات السياحة اللي موجودة في الوطن العربي كله إن رمضان ليه طعم تاني موجود عندنا. تعالى في رمضان، إن الدول العربية كلها ما عندهاش فعاليات في رمضان، فدي ميزة إن إحنا نقدر نجذب فيها. والحمد لله إن مصر ابتدت تفكر بشكل جديد إن إحنا إزاي نسوق لمصر عن طريق الديستنيشن، عن طريق الأماكن وعن طريق الطبيعة وعن طريق الطابع المصري. ده كان مهم جدا. أنت كل منطقة وليها طابع، فأنا شايف إن دي خطوة تعتبر خطوة كويسة إن إحنا نبتدي ننوه عن رمضان عندنا. طيب إحنا يعني في أعتقد في 2010 كان ثروة السياحة زي ما بيقولوا وصلنا الرقم كان مهم جدا. الأرقام بتتحسن يوم بعد يوم والدنيا أفضل يوم بعد يوم، وزي ما اتكلمنا حضرتك في الفاصل الدنيا أفضل كتير في مجال السياحة. إحنا واقفين فين دلوقتي يا أستاذ هشام في خريطة السياحة العالمية؟ طبعا الخطوات بالنسبة لمصر اللي واخدها في الفترة اللي فاتت دي تعتبر شايف إن هي خطوات كويسة. اللي انت في 2010 كنا 14 تقريبا بوين 7 من 10، يعني ما قفلناش ال 15. السنه 2016 كنا تقريبا حوالي 5 مليون، 2017 كنا وصلنا لحوالي 8 مليون، 2018 وصلنا لحوالي 11 مليون. معنى ان انت بتزيد بال 3 مليون ده يعتبر مؤشر قوي. لكن انت المهم عايز توصل لفين؟ احنا عايزين نوصل نبقى زي اسبانيا وفرنسا، نوصل ل 90 مليون و80 مليون. طبعا التحسن موجود لان في امان في مصر في الفترة اللي فاتت دي بصورة كبيرة. ابتدت الخدمة يبقى ليها وضع معين، الطرق، الاهتمام بالطرق، لأن طبعا أساس أي سياحة في العالم هو أمن وطرق أول حاجة. بعد كده تيجي رفع الخدمة أو رفع الكفاءة بتاعت العاملين في القطاع. والمهم إن كل من يوجد داخل مصر لازم بيأثر على السياحة، سواء وزارة أو سواء أشخاص. إن لو بصيت للأشخاص أنت مجرد نزولك في مطار القاهرة وأنت بتاخد تذكرة طيرانك من خطوط، دي اول خطوه انك تيجي مصر. وجودك في مطار القاهره وانت بتستلم التاشيره وسهولتها ده بيساعدك انك تيجي البلد، انك تمشي بتنزل في البلد تلاقي اليوفط اللي في الشارع والطرق الارشاديه اللي موجوده في البلد لازم تبقى على اعلى مستوى. سهوله تحرك السائح داخل مصر مهم، التعامل داخل الاثار مهم، الصحه مهمه، ان انا اقدر ازاي اتواصل مع المعلومه مع اي حد في الشعب المصري دي مهمة، إن أنا ألاقي طبع الشعب المصري، الشعب ولاد البلد، القهاوي، الناس اللي بتعاملني بشكل معين، ده مهم. يبقى أنت كل خطوة داخل البلد بتأثر في السياحة. الإعلام مهم، التلفزيون لما باجي بتفرج على الأفلام المصرية وأشوف نظافة الشوارع المصرية وقد إيه الطبع المصري جميل، ده مهم. ما ألاقيش بعض البرامج بتجيب حاجات سلبية، ما ألاقيش أفلام بتصور حاجات أحداث سلبية عن مصر. كل دول العالم فيها سلبيات، بس احنا عندنا ازاي ما نظهرش سلبياتنا بالصوره الكبيره، يعني دايما نركز على ايجابياتنا ايه اللي موجوده عندنا. نشتغل على سلبيات، مفيش حد ما عندوش سلبيات. حضرتك اكبر دول العالم، روح نيويورك هتلاقي الشارع الرئيسي حاجه، خش من جوه هتلاقي حاجه ثانيه. خش من جوه بس تتفرج على حاجه ثانيه خالص. يبقى احنا لازم دايما نفكر ازاي نوجد ايجابياتنا. يبقى ده اللي نشتغل عليه. زي ما بتعمل ترويج ان احنا بنروح قطاع خاص وقطاع عام. قطاع عام ان الدوله بتشارك في الاستاند المصري اللي موجود في المعارض الدوليه، ده مهم جدا. احنا كقطاع خاص بقى ازاي نعمل تنشيط او ازاي ان احنا نتحرك او نعمل ترويج لمصر داخل المعارض دي، ازاي نغير الصوره السلبيه عند كل واحد جاي، لان هو ده دور المعارض. المعرض انت بتقابل اشخاص مفروض ان انت بتبتدي تغير وجهه نظر، يعني وجهه النظر المصريه في الخارج، ده مهم. طيب عايزين برضو نتكلم على فكرة المواقع العالمية أستاذ هشام، يعني فكرة مثلا تريب أدفايزر، البوكينج، الحاجات اللي هي بتدي ريت لمصر أو رانك أو بتعمل دعم كده للسياحة المصرية، هل احنا لازم برضو نعتمد عليها ونروج ليها ونستخدم طبعا المجلات العالمية مثلا السياحية؟ ازاي ممكن يعني نروج السياحة بشكل عام عند الخارج من خلال المواقع الإلكترونية، وهل هي فعلا مهمة ومؤثرة في المجتمعات الخارجية ولا لا؟ وطبعا السوشيال ميديا مهم جدا ان انت تتحرك عليها، بس المهم انك تشتغل عليها ازاي.
يعني مثلا لازم تشتغل تبتدي الفتره اللي جايه دي انك تركز على الستارز اللي زاروا مصر، ان ازاي تنوه عليهم، زي مثلا لما حصل مؤتمر السلام شرم الشيخ ورؤساء العالم كلهم جم حضروا، والبطوله والمؤتمر اللي كان اقامه الرئيس السيسي في شرم الشيخ وفي اسوان، وفي المؤتمرات دي بتجيب رؤساء دول، بتجيب دي رئيس الدوله لما الناس بتشوفه بيعرفوا ان ادم هو في امان في البلد، في امان في البلد. الفنانين لما بيجي لك الستارز الكبار، لما جه ميسي، لما جه ويل سميث، لما جه مجموعه كبيره، لما جه يعني لما بيتصوروا داخل مصر، ده معناها ان مصر امان، بيبتدي يتحركوا معاه، يبتدي يتحرك على الايفنتات، ان ازاي تجيب ستارز كبار في مصر يعملوا حفلات كبيره، يبتدوا يجوا وراهم الالتراس بتاعهم الخاصين بيهم. البطولات الكوره زي بطوله افريقيا اللي هتم انشاء في مصر في الفتره اللي جايه دي من الحاجات اللي شايفها مهمه. التعامل مع السوشيال ميديا بشكل كبير، تريب ادفايزر وبوكينج والحاجات دي كلها، دي كلها مهمه، لكن لازم يبقى فيه، يعني انا شايف ان اهم حاجه ان احنا نحدد نقنن عملهم. يعني اوكي كل الاونلاين سيستم اللي موجود في العالم او السيرش انجن دي مهم، وجودهم مهم جدا، لكن احنا لازم نقنن عملهم، ما يرخصوش البلد، ما نسمح لهمش ان هم، لان الناس دي ما بتدفعش ضرائب بشكل معين، ما بيدفعوش، ما بيتحملوش اللي بيتحمله شركات السياحة، وبنتحمله احنا في يعني حاجات كتيرة جدا، لازم يكون سعرهم اعلى، يبقى في تقنين لعملهم داخل مصر، لكن وجودهم مهم طبعا، وان ازاي ان احنا يبقى لينا وضع جوه كل الاونلاين اللي موجود في العالم وموجود في السوشيال ميديا واللقاءات اللي بتحصل دولية، وكل دي مهمة. المعرض كل ده ماركتينج لمصر، بتظهر فيه مصر بشكل معين، يبقى احنا لازم نركز عليها بصورة كبيرة جدا. طب فكرة ان السياحة المصرية معروفة اصبحت في العالم من ارخص الاماكن، ده انت ممكن تقضي اسبوع في مصر بثمن ليله مثلا في دوله من الدول. هل فكره ان رخصه السياحه دي ميزه، ولا لازم نرفع الريتس شويه او نرفع التكلفه شويه فبالتالي تبقى التعور بمعنى اصح شويه معانا؟ يعني السياحه الرخيصه تجيب مشاكل كتيره، لان انت لما بتعمل سياحه رخيصه نوعيه اللي بيقدم لك الخدمه بيك. واللي بيقدم لك الخدمه نفسه ما عندوش كفاءه، لانه بياخد مرتب رخيص فبيجيب كفاءة قليلة، فلما بيجي يتعامل مع السائح أكيد كفاءته مش زي ما يكون واحد عنده دارس فاهم متعلم واخد دورات، عارف يعني بيعامل السائح، بتديله سالري عالي لأنه هو عنده كفاءة عالية. يبقى أنا بعتمد على الكيف وليس الكم. السياحة مصر طول ما هي دولة ديستنيشن رخيص، أنا بزعل لما حد يقول لي مصر رخيصة، لأن أنت لما تيجي تسوق مصر المفروض تقول دي مصر، كلمة دي مصر دي كبيرة، احنا مش عارفين امكانياتنا لحد دلوقتي. مصر دوله كبيره جدا، اكبر مننا احنا، عشان كده احنا لازم نبقى عارفين قيمه اللي احنا بنبيعه. مصر فيها كل المقومات اللي ممكن تساعد اي دوله في العالم انها تاخد المكانه بتاعتها، بس العيب في مين؟ ان احنا محتاجين احنا نشتغل على نفسينا، نشتغل على الاماكن بتاعتنا، نشتغل على النظافه. كل الهيئات اللي موجوده في مصر لازم تخدم وزاره السياحه، لازم نبقى دوله سياحيه من الدرجه الاولى، بنحس كل حاجه، رفع الكفاءه، اشتغل على الكيف مش الكم. لان خد بالك الغني او الطبقه او السياحه الاليت او العاليه لو لقت في النص سياحه رخيصه ما بيجيش، ان هو يهمه مين اللي جنبه، مين اللي، شوف كل دول العالم اللي اشتغلت في السياحه في العالم كله زي فرنسا واسبانيا، روح ابيزا، روح نيس، روح كان، روح موناكو، روح يعني ميامي، روح امريكا، كل الدول دي معتمده على السياحه الغاليه، عشان كده هم دول اكتر دول شغاله في العالم. اول حاجه سياحه غاليه، خدمات عاليه، مشاكل قليله. طول ما انت بتشتغل على السياحه الغاليه طول ما مصر تاخد مكانتها، عشان كده احنا الفتره اللي جايه دي لازم نشتغل على الحد الادنى من الاسعار والغاء موضوع الاول انكلوسيف. ما لسه اقول لحضرتك ده فكره ان يعني شامل ان انت تيجي واكل شارب فطار غدا عشاء ودرينكات وشرب وكل ده، اعتقد ده كان من ضمن المشاكل الناس بتنادي بيها ان لازم الموضوع ده يتلغي تماما. يعني طبعا لان انت لما تبيع، كنت بتبيع حاجه ب $200، لما تبيعها ب $25 شامله فطار وغدا وعشاء وكل المشروبات فري، انت اكيد هتقدم نوعيه اكل مش على المستوى رديئه، فطبعا هيؤدي لمشاكل معينه، ففي الاخر المشاكل دي هتخلي العميل او الجست ما يجيلكش. يبقى احنا المفروض ان احنا نشتغل على السياحه الاليت العاليه. مصر لازم تغلى، لازم مصر تبقى ديستنيشن غالي، واللي يجيها عندي الفنادق تتملي 60% وما تملاش 100%. مش بنحرق بعض بالاسعار، احنا لازم نعلي الكواليتي، نجيب ستاف غالي، نخلي الكفاءات اللي سافرت من مصر اثناء الثوره ترجع تاني. مصر خسرت في السياحه كفاءات كتيره جدا. مصر بلد ولاده، لكن الكفاءات دي ازاي ترجع لمصر تاني؟ هترجع لما هتدي لها مرتب عالي، لما هتدي لها الاقامه بتاعتها العاليه، لما هتدي الكواليتي بتاعت الخدمه العاليه، انا هكسب، فالدوله هتكسب، الدوله لما هتكسب ضرايب.
طيب استاذ هشام، عايزين روشته من حضرتك نتكلم فيها كده سريعا في نقاط عشان نرجع لسابق عهدنا او حتى نجود كمان اكتر من كده في السياحه. ايه اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه؟ تفعيل دور المجلس الاعلى للسياحه بصوره كبيره، كل وزارات الدوله تكون بتخدم وزاره السياحه، كل وزارات الدوله يكون فيها مكتب خاص بوزاره السياحه بيشرف عليها. ثلاثة، رفع الكفاءة في مصر ووضع حد أدنى للأسعار، ده مهم جدا إن احنا مع الوضع الحد الأدنى للأسعار إن احنا يكون في آلية للأسعار للتسعير، وإحنا كنا كتبنا ورقة وبعتناها لمجلس النواب والاتحاد والغرف إن إزاي يبقى في عندنا وضع حد للأسعار ويبقى في آلية للعمل. اللي يغلط في أي مكان سياحي يعاقب لعقاب لوحده، عقاب. اللي يغلط في أي منفذ من المنافذ الخاصة بمصر لعقاب لوحده، ينزل له دستور جديد للسياحة يعاقب عقاب يبقى عبرة لغيره. اللي يغلط في حق سايح ده يتعاقب عقاب لوحده عشان ما يفكرش يغلط فيه. لازم يتم تأهيل الشارع المصري، لازم يمشي بنظام المرور، ممنوع حد يقف صف تاني، ممنوع يقف في نص الشارع، كل ده السايح وراك شايف سلوكيات ما ينفعش تكون موجودة. نرفع الكفاءات، التلفزيون يشتغل على الدعاية بشكل كبير جدا ورفع الوعي، يشتغل على دورات في كل حاجة، يشتغل الإعلام لازم يشتغل ينزل يصور في الأماكن السياحية، نساعد الناس تشتغل في الأماكن السياحية بصورة أكبر. مصر محتاجه مننا شغل اكتر من كده بكتير. طيب فكره العماله برضو اللي اتسربت الفتره الاخيره استاذ هشام، ويعني السوق اصبح فاضي بمعنى اصح من الكفاءات السياحه، برضو ممكن اعالج القصور ده ازاي؟ ده بيتعالج عن طريق ان هو التوعيه، ان احنا نجيب اكبر شركات من بره بالنسبه للتطوير وتعمل دورات تدريبيه زي ما دول كتيره ابتدت. انت عندك الصين ابتدت بالدورات وابتدت تستعين بخبرات كبيره، سنغافور اشتغلت على الدورات، دبي لما جت اشتغلت اعتمدت على الانجليز بصوره كبيره جدا. يبقى احنا لازم نجيب نشوف كل دوله في العالم ازاي اشتغلت الفتره اللي فاتت دي بتشتغل عليها، ازاي تبقى وزاره الطيران ووزاره السياحه يعتبروا شغل واحد. انا يعني مش عايز اقول وزير سوى وزير واحد، بس وزاره السياحه ووزاره الطيران يكونوا بيتحركوا تحرك واحد. مفيش سياحه بدون نقل. انا شايف الحمد لله الجيش والشرطه شغالين جامد جدا والطرق شغاله بصوره كبيره، النقل الجوي لازم يبقى اعلى منهم كمان ونرفع كفاءته بصوره اكبر. نعم. شكرا جزيلا استاذ هشام، شرفتنا وسعداء بلقائك ورمضان كريم عليك. الله اكرم. شكرا جزيلا استاذ هشام ادريس عضو غرفه شركات السياحه، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لزميلي شاب شعلان وفاصل مع اخبار المال والاعمال اخبار الاقتصاد بعد الفاصل.